الاقتصاد من شروق نيوز، مشاهدينا اهلا بكم. بداية، بعد اقرار وزارة التجارة لنظام معلوماتي جديد يقوم بمتابعة مؤشرات الاسعار على مستوى اسواق الجملة والتجزئة على مستوى 48 ولاية، مما يسمح بالتدخل في حالة تسجيل ارتفاع كبير في الاسعار. تتواجد شروق نيوز الان بمقر الوزارة للتعرف على كيفية عمل هذا النظام عن قرب، حيث سيقدم لنا الزميل شمس الدين عسي كواليس العمل لمراقبة الأسعار في رمضان. شمس الدين، أهلا بك. أهلا بك فيروز. نعم شمس الدين، هل من تفاصيل بخصوص طريقة عمل النظام المعلوماتي الجديد لمراقبة الأسعار في رمضان؟ نعم فيروز، نحن نتواجد الآن في مقر وزارة التجارة، حيث يتم عرض البيانات التي تصل من النظام المعلوماتي الجديد لتتبع الأسعار في أسواق الجملة وأسواق التجزئة. هذا النظام الذي بدأ العمل قبل 5 أيام من دخول شهر رمضان. معي الآن، وللتذكير فقط فيروز، شروق نيوز هي أول قناة تنقل البيانات التي يتلقاها المركز هنا. معي الآن فؤاد بالعيفة، أنت مدير الأنظمة المعلوماتية في وزارة التجارة. نريد أولا أن نعرف ولو قليلا وباختصار شديد حول كيفية عمل هذا النظام. السلام عليكم وصحة رمضانكم، صحة رمضان الشعب الجزائري. Le système est composé de deux parties. Partie liée à la saisie des informations concernant les prix et partie liée à l'analyse, l'évaluation et prise des décisions. Cette partie, concernant la partie saisie des prix, cette partie est la plus importante. C'est l'agent de contrôle à valider le tableau des prix. Le traitement des valeurs se fera automatiquement et cette action de validation influencera sur les prix moyens des prix des produits au niveau national et au niveau régional. Ce système cible presque 60 produits de large consommation. Dans les légumes et les fruits, les produits d'épicerie, les viandes et œufs. يعني اليوم سؤال ثاني ايضا، نتحدث اكثر عن يوم 20 ماي، ما هي متوسط مستويات الاسعار في 48 ولايه؟ هل ممكن تعرض لنا للمشاهد الكريم حتى يعرف مستويات الاسعار بدقه في اسواق الجمله واسواق التجزئه؟ سوف اقدم لكم حصيله من يوم 12 الى يوم 20 ماي لبعض الخضر. على سبيل المثال أسعار البطاطا اليوم وصلت 45 دينار جزائري على مستوى سوق الجملة. أما فيما يخص على مستوى سوق التجزئة 57 دينار جزائري. أسعار الدنيا على مستوى الوطني وصلت 50 دينار جزائري مادة البطاطا. فيما يخص مادة الكورجات، نلاحظ أن من 12 إلى 20، يعني باليوم هذا تقريبا شحال يعني دارت اليوم؟ اليوم دارت 89 دينار جزائري على مستوى سوق الجملة و112 دينار جزائري على مستوى سوق التجزئة. نلاحظ هناك انخفاض من 18 إلى 20، وهذا لتدخل أعوان الرقابة. يعني مباشرة عندما لوحظ أنه هناك ارتفاع من 12 إلى 17 أول يوم رمضان، تدخلت أعوان الرقابة وكما نلاحظ هنا انخفاض في أسعار مباشرة. يعني تقريبا هناك أيضا أسعار بعض الخضر مثل الفواكه أيضا كما البطيخ، كما يعني شحال تقريبا يوم 20 ماي؟ نعم يعني نعم، أسعار على المستوى الوطني. هل الأسعار تكون في 48 ولاية؟ نعم في 48 ولاية على مستوى الوطني يوم 20. نلاحظ أن أسعار البطيخ هناك انخفاض في أسعار البطيخ. يعني شحال؟ اليوم في سوق الجملة على مستوى الوطني 58 دينار جزائري، على مستوى سوق التجزئة 89 دينار جزائري للكيلو. تقريبا
ما فيش عملية مضاربة في هذا الفواكه يعني سجلت بالطيخ نلاحظ أن هناك منتوج وافر، ولهذا نلاحظ أن من 12 إلى 9 إلى 20 أن البيانات تدل على أن هناك انخفاض في الأسعار تقريبا فيما يخص البطيخ. يعني اللحوم البيضاء هي الأكثر استهلاك في هذا الفترة؟ فيما يخص لحوم بيضاء نلاحظ أن هناك نلاحظ أن هناك ارتفاع كبير في وذلك في يوم 18 وبعد تدخل أعضاء وبعد تدخل أعوان الرقابة نلاحظ أن أسعار عادت إلى طبيعتها 350 300 في سوق الجملة 305 دنانير وفي سوق التجزئة 346 دينار جزائري يعني مباشرة يعني مباشرة حب تكون يعني تقريبا عملية مضاربة في الأسعار النظام يكتشف يعني مكان نعم مضاربة نعم وقام بالمضاربة والسوق يعني نعم نعم ما من رقبة مباشرة ما من نعرف الولاية اللي كان فيها ارتفاع وتم اتصل بالأعوان المسؤولين لتدخل مباشرة في السوق وهذا ما أدى إلى إعادة السعر إلى طبيعته طبيعية. إذا هذه كل شيء فيروز يعني تقريبا هذه كل أسعار اليوم 20 ماي من مقر وزارة التجارة ومركز النظام المعلوماتي. إليك الخطيب. نعم شكرا لك شمس الدين عسي، كنت معنا مباشرة من وزارة التجارة.